طيب انتم مثل ما شايفين في المهرجان عدد كبير من الطلبة والطالبات جميعا يشاركوا في عام الشبيبة العمانية، وانتم طبعا ماخذين دوركم وقاعدين تشاركوا في عام الشبيبة العمانية، يعني ايش تحسوا وانتم قاعدين منضمين مع اخوانكم تشتركون في عام الشبيبة؟ يعني نحس بفرحة لما نشارك في هذاك المهرجان، لأن هذا المهرجان عن عام الشبيبة. عام الشبيبة، وهذا يعني شيء يفرحنا يعني، ويفرح كل الطلاب اللي مشتركين في المهرجان. شكرا. وأنت؟ وأنا يفرحني أنا أشترك في المهرجان لأنه فيه سعادة كبيرة ويجعل بلدنا سعيدا لأننا نشترك في المهرجان، وهذا فرض على كل عماني أن يشترك في المهرجان. شكرا. وأنتوا إيش يعني إيش إحساسكم وأنتوا تشاركوا إخوانكم وخواتكم في المهرجان؟ إحنا طبعا في عام الشبيبة الحين. نحس بالفرحة والسرور لأن إحنا نشارك إخواننا في هذه عمل التشكيلات والعروض. وأنت راشد؟ نحس يعني بالفرح والسرور، ونحن يعني نقدم المهرجان أمام منصة صاحب الجلالة المفتن. مشكورين شباب، هذا حقيقة عامكم، وأرجو أنكم تأخذوا دوركم في المهرجان. مشكورين. شكرا. مشكورين. شكرا على اللقاء. شكرا.